السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم وجدنا الكبسة. هذه أكلة سعودية شعبية معروفة ولكن بيد مغربية على طريقتي. هي اللي غادي ناكلو اليوم. نديرو نزوقوها باللوز، وبطبيعة الحال غادي نرافقوها بسلطه ديال الافوكادو وكامولي اللي غادي تنكلو بهذا الخبز الرغيف. هذا كيجيو ما احلاهم. ودرنا تحليه بسيطه، ها نتوما غادي تشوفوها. وما تنساوش تشيروا لايك، ومرحبا بكم في الفيديو ديالنا اليوم. بغيتوا تعرفوا كيفاش نديروا له؟ يلا مرحبا بكم معنا. خرجنا نديرو شويه ديال المحشي، نشمو شويه ديال الهواء. بني تقنطات في الدار الصراحه. جبتها تمشى شويه ديال الباتيني، حط الباتيني شويه. الجو زوين اليوم، غزال، ما كاين لا ريح ولا شميشه، غزاله. وشوفوا الدنيا ساكته، ها الشهوه للمشي وللرياضه. دابا قال لك ابارتيغ دو سامدي يسمحوا لينا نخرجوا فرديا نديروا الرياضه، اللي بغى يجري واللي بغى يدير لا مارش واللي بغى يدير. شوف ما كاينش ريحه الطوموبيلات في الزنقه. هذا واحد لافينيد حدا الدار ديالي، كتعجبنا نديرو لا مارش هنا صراحه. حداك سانتر دو سالود، حداك الفارماسيه، حداك كلشي، سوبر ميركادو، ميركادونا، كلشي كيكون حداك. هذا سانتر كوميرسيال صغير يومبو، شو مسكين مهجور. كيجيب لي الله بعض المرات كتجيني الخوفه فاش كنخرج، كنقولوا واش هاد الدنيا تبقى هكا. تغيير عميق الصراحه. بنادم خارج بالليغات وخارج بمسكاريه، واحد الخوف غادي يبقى فينا على طول، نوليو موسوسين. الله يستر وصافي، الله يستر. ها هو السنترو دي سالود ديالنا، تسمى ديال الحومه. كيمزوقينو ديري فيه لاليمونطاسيون، يعني صوري لاليمونطاسيون الناس ديال الرياضة. إوا تعبير عن الصحة. هذا واحد البار معروف بشورو. دونك البنات نبداو بالطبق الرئيسي ديالنا اليوم، اللي هو طبق ديال الأرز باللحم. هذه أكلة سعودية شعبية بزاف، سميتها الكبسة، ولكن غادي نديرها أنا بالطريقة ديالي. طبق رئيسي كيتكون من الأرز، درت هنا جوج كيسان ديال الرز، درتهم يفزقوا في الماء. الرز البسماتي، الحيمة تكون فتية، الحيمة ديال الطاجين، أنا عندي فيها شوية ديال العظيمة كنشريها من عند الجزار، غزالة طرية. غادي نحتاج بصلة حمراء قطعتها، وواحد الفص ديال الثوم حتى هو قطعته، بغيتو تحكوه حكوه. واحد نص مطيشة قطعته حتى هو، حيت القشرة وقطعته. في العشوب غادي نحتاجو ورقة سيدنا موسى، عويدات ديال القرفة. هذه أنا كنقول لها كرداموم، ما عارف شنو كتقولوا لها القعقلة، كرداموم بالسبليونية. وجوج عويدات ديال القرنفل، عود النوار، كاين اللي كيقولوا القرنفل وكاين اللي كيقولوا عود النوار. عندي هنا كويس ديال اللوز اللي حيت له القشره، راني مخلياتو كينشف من بعد مقليه. وعندي نص كاس ديال الزبيب فزكتو في الماء. والعطريه اللي غادي ندير، غادي ندير الكاري اولا الكوري، غادي ندير الملحه، غادي ندير البزار،
وسكينجبير والشاونيه والزويته ديالنا زويته بلديه. شهد 4 ديال الكاس ديال الزويته بلديه. زيت البلديه راه صحيه ما نخافوش منها. وغادي راه غسلتها هذه ورقه الغار غسلتها. غادي ندير العشيبات ديالنا وغادي ندير البصله تشحر. نزيدو طلا باش يبالكم هنا طلا. اوكي، هي كتجي هاد الاكله كتجي حاره كيديروها بالحاره، ولكن انا ما غاديش ندير فيها الحاره لان تبي تاكل معايا البنيته ديالي. نديرو اللحيمه وغادي ندير مليحة نحسو العافية. غادي نحل الزر ديال الزر جاهد معلقة صغيرة ديال سكينجبير الشاونية. غنعرقو اللحم مزيان البنات عاد نرميو مطيشة. وفي هاد الأثناء غادي نطيب الماء اللي غادي نسدي به الطواجينة ديالنا. غادي نرمي ديك المطيشة الله الله على الرويحة ما شديتكم. اليوم غادي نتبرعو، غادي نخليه يتشحر كاع ديك المطيشة مزيان عاد نمرقو. هادشي شحار غادي نمرقو نخليه يطيب على خاطر. غادي نغطيو اللحم لان هاد المرقة هي اللي غادي يطيب فيها الرز. كنطيب هنا اللوز غادي نحيدو. صافي البنات الجميله ديالنا ها هي كطيب. غادي نحيد دابا الرز نحيدو بالطريق الزبيب والربيع حتى هو نحيدو حتى طيب لنا اللحيمه ونستعملوه. وغادي ندوز للطبق الثاني حتى هو رئيسي علاش لا. سلطه مغذيه وصحيه في نفس الوقت، سلطه الواكامولي كيقولوا لها الواكامولي. غنديرها بلافوكا، عندي هنا لافوكا. غادي نشوف 3 حتى 4. غنحتاج الحامض عصير ديال الحامض، غادي نستعمل فيها بصله حمراء، وغادي نستعمل فيها القزبور و لي طوماط سوريز. نحلو عليه
البنات. غادي نشوف اللحيمه واش طابت. طابت معنا اللحيمه صافي. غادي ندير داك الرز صفيتو. صافي وغادي نردوه يطيب. ما غاديش نشد عليه، غادي غير ندير له هكا وغادي نردو يطيب صافي. في هذه الاثناء غادي البنات غادي نبدا كنوجد الواكامولي ديالي. نمسح من هنايا دائما سطح العمل نحاولو نخليوه نقيقي فين كنخدمو. هذه لصالاد المفضلة ديالنا، دائما كنشاركها معكم في لي فيديو فاش كنت كندير لي ميل بريب. فاش كيطيب لافوكا كيبدا خصنا دغيا نستهلكوه، سينو يبدا كيكحل. وفاش كيكحل راه ماشي مزيان الماكلة. خصنا ناكلوه محدو خضر. نجمو بحال هاد الضريبة هادي غادي نحيدها. نزيد وحدة ديك الساعة نشوف القياس. كناكلو بهاد الطريقة، مكنديرولوش عصير. كتقولو نتوما زعزع ولا شنو كتقولولو؟ غادي نعصر الحامض. صافي البنات غادي نمعكو وغادي نقطع البصيله صغيوره وغادي نقطع القزبر وغادي نقطع لي طوماط شيريز وغادي نخلط كلشي هنايا.
صافي البنات ها هو طاب، هانتوما ما احلاه. غادي نقرب لكم طاب تبارك الله غزال هانتوما. عاد غادي يزيد يشرب كلشي ديك المرقه، غادي نخليه وغادي ندردر عليه قزبور من الفوق صافي، وغادي نخليه حتى نقدمو في طبق التقديم. وبطبيعة الحال البنات فوق المائدة ديالنا بقى لنا غير نوجدو التحلية. التحلية ديال اليوم سهلة وبسيطة وصحية، واش غادي نقولكم كتشهي. شنو غنحتاج لها؟ الفواكه بطبيعة الحال نحاولو في رمضان ناكلو الفواكه بزاف والخضر بزاف، ونقللو من العجائن والمعجنات الله يعطيكم الستر. انا عندي هنايا جوج كيويات، ثلاثة الكيويات عفوا، وواحد شويه ديال الفريز قطعتهم هكا طريفات صغار، وعندي بلو بيري، وعندي هذه دايره بحال الجرانولا، شريتها من ميركادونا ديال الشوفان، ولكن ماشي مسوسه، فيها ستيريول. وانا غادي نستعمل هاد دانون فيه لابروتين ديال ميركادونا. لا ما عندكمش هاد دانون تقدروا ديروا دانون طبيعي ناتورال بدون سكر. دونك الطريقه سهله جدا، نعمروا الكوبات ديالنا هنا، ندير معلقه ديال هادي، وندير شويه، انا كنقول لهم كرونشي. نقرب البنات باش يبان لكم هكا، ندير له هكا باش يبان لكم. غادي ندير فوق منها معلقه اخرى ديال الدانون، ودابا غادي نهز الكيوي هنا باش ناكلو الفواكه البنات بواحد الطريقه زوينه صحيه. الكوبا ديالنا البنات صحيه وغزاله وغنيه بالفواكه، ودانون طبيعي راه صحي بزاف، حسن من دانون ديال الالوان ودول اللي عامر بالسكر. وندير هنا ندير الكرونشي كيكونوا فيها طريفات ديال الشوكولا. هذا البوطي كيكون فيه نص كيلو شحال هادي، انا ما مشيت للميركادونا فاش مشيت لقيتو عندهم وقلت غادي نجربو، عجبني بزاف، يعني غادي نولي ناكلو نولي نستعملو نولي نشري. نديرو بطبيعة الحال الفواكه راه صحية بزاف. انا الفريز راه دائما كنقول لكم انا الفريز كيعجبني بزاف. دابا غادي نديرو حبيبات ديال بلو بيري شويه، المهم واحد ياكل الفواكه بواحد الطريقه اخرى ماشي محطوطين في الطبسيط، فهمتوني شنو بغيت نقول لكم، لان بعض المرات محطوطين في الطبسيط ما كنقيسوهمش. غادي نوجد الاخرى،
وراه صحي هذا الطبق البنات، هذا التحليه صحيه بزاف، يعني ما اختاريناش الفواكه اللي فيها نسبه السكر عاليه. الكيوي راه سيتريك، والفريز راه فيه الانديس غلوسيميك هابط بزاف، والبلوبيري حتى هو. نحيدو من داك البنان، ونحيدو من لينغاس البعود اللي كيكون حلو بزاف، نحيدو حتى هو بزاف. راه كناكلو تبارك الله التمر ها هادي، راه بزاف ديال النشويات وبزاف ديال السكريات، الواحد سوميسي كي كيقولوا. وها هما ها هما الكوبات ديالنا، زوينتهم كيشهيو الصراحه، كيعمروا العين وكيشهيو، وغزالين وصحيين في نفس الوقت البنات. ها هما صافي البنات، وغادي نقلي هاد لي بيتي كروكيت ديال الفرماج، غادي حتى يقرب المغرب غادي نقليهم باش ناكلوهم سخونين. هانتوما هادو شريتهم من ميركادونا الصراحه، ما عمرني جربتهم، غادي نجربهم معاكم. سمي هذا معمر بالفرماج كورادو، كيجيو فيهم 11 حبيبه حتى 13، 300 غرام في المقله 3 مينوت. ها هو وجد، تقليه كونجولي، ديريه في الزويته وتقليه، كيجي كروستيون، كيبان عليه مزيان. غادي نجربو ونقول لكم، غادي نوريكم المائده ديالنا كيف نقدموها. وهو هذا البنات، النهار ديالنا جا على النهايه ديالو، هذه طاولتنا في يوم ثاني من رمضان. ما تنساوش تشيروا بلايك والكومونتير ديالكم على الراس والعين، ومع السلامه. تهلاو ليا في راسكم احبائي حبيباتي، بوسه كبيره، مع السلامه.